بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 114. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن باب الوديعة، ووقفنا في الحلقة السالفة عند قوله: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختمة، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن أودع دابة فركبها لغير منفعتها. نعم. الحقيقة أن الوديع أمين وحافظ، لا يجوز له أن يتصرف في الوديعة ولا أن ينتفع منها بشيء إلا بإذن صاحبها، فإن كان صاحبها أذن له بالانتفاع بها فله ذلك في حدود ما أذن له فيه، وإلا فإنه لا ينتفع بها بأي شيء. ومن ذلك لو ركب الدابة، ركبها لمنفعته هو، أو حمل عليها شيئا، يعني ركب الدابة المودعة عنده لمصلحته هو لتؤديه إلى محل، أو أنه حمل عليها شيئا له فتلفت بسبب ذلك، فإنه يضمن لأنه لم يؤذن له في ذلك. أما لو ركبها لمنفعتها هي، يعني ركبها من أجل أن يسقيها أو من أجل أن يعلفها أو نحو ذلك من مصالحها، فإنه لا يضمن لأنه غير متعد بذلك. نعم. قال: أو ثوبا فلبسه، أو أودعه ثوبا فلبسه لمنفعته هو، ليستدفئ به أو ليستتر به أو ليتجمل به، ولم يأذن له صاحب الثوب فتلف، فإنه يضمنه لأنه تعدى في حفظه. أما لو لبسه لمصلحته، أي لمصلحة الثوب، كان يخاف عليه من العث فيلبسه من أجل أن يسلم من العث فتلف في ذلك، فإنه لا يضمن لأن هذا من المأذون به، ولأنه فعله لمصلحة الوديعة. نعم. أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو أودعه دراهم فأخرجها من حرزها، أخرجها من حرزها من غير مصلحة ثم تلفت، فإنه يضمنها. ولو ردها وتلفت في الحرز لأنه بإخراجه لها من غير مصلحة قد تعدى في ذلك، لأنه قد يراها من يريد سرقتها فيأخذها على غرة من الوديع، من المودع. نعم. أو رفع الختمة، أو رفع الختمة عن الكيس، كيس مختوم، ثم جاء ورفع الختمة ثم ضاعت الوديعة أو انسابت من المحل، خرجت من المحل من الكيس، فإنه يضمن لأنه هيأها للخروج برفعه الختم الذي
يغلق عليها كيسها أو ظرفها. نعم. أو خلطها بغير متميز فضاع الكل. إذا خلط الوديعة فإنه لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يخلطها بشيء تتميز عنه، فهذا لا يضر لأنها معروفة فيمكن أخذها. وأما إذا كان خلطها بشيء لا تتميز منه فإنه يضمن، لأن إذا تلف هذا المخلوط، إذا تلف هذا المخلوط غير المتميز فإنه يضمن لأنه عرضها للتلف خلطها فيه. نعم. قال: فضاع الكل ضمن. في جميع هذه الصور: إذا ركب الدابة لغير مصلحتها، إذا لبس الثوب لغير منفعته، إذا أخرج الدراهم لغير غرض صحيح، إذا رفع الختم عن الظرف فضاع ما فيه. في جميع هذه الصور إذا ضاعت الوديعة فإنه يضمنها لأنه قد تعدى بتصرفاته هذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو نعم. إلى غيره بإذنه. نعم، يقبل قول المودع إذا ادعى ردها إلى صاحبها، فقال صاحبها: لم تدفعها إلي، فقال: لا بل دفعتها إليك، فإنه يقبل قوله لأن صاحبها قد ائتمنه على حفظها، فيؤتمن أيضا على دعوى أنه ردها لأنه أمين. نعم. أو إلى غيره بإذنه، أو أنه ردها، يقول المودع إنه رد الوديعة إلى غير صاحبها بإذن صاحبها، وأنكر صاحب الوديعة قال: أبدا أنا ما قلت لك ادفعها إلى فلان، فإنه يقبل قول المودع لأنه أمين. نعم. قال: وتلفها وعدم التفريط. ويقبل قوله في تلفها إذا طالب صاحب الوديعة بها وادعى الوديع أو المودع أنها تلفت عنده، فإنه يقبل قوله لأنه أمين، لأن صاحبها قد ائتمنه لما دفعها إليه، قد ائتمنه عليها، فيقبل قوله إذا تلفت. نعم. فيقبل قوله أنها تلفت. نعم. فإن قال: لم تودعني، ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو نعم. إذا قال: لم تودعني، أنكر أنه أودعه شيء، ثم أثبت عليه صاحب الوديعة أنه قد أودعها عنده، أو أقر المدعى عليه، أقر بالوديعة أنه أودعه، ثم ادعى ردها، لم يقبل منه حينئذ لأنه أصبح غير موثوق به. نعم. ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. نعم، ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده فإنه لم يقبل منه، لأنه مكذب لنفسه بقوله لم تودعني. نعم. أما لو ادعى تلفا أو ردا بعد جحوده وثبوتها عليه فإنه يقبل قوله لأنه أمين. نعم. قال: ولو ببينة، لم يقبل ولو ببينة، لأنه مكذب لها. إذا ادعى تلفها قبل جحوده فهذا تكذيب لنفسه فلا يقبل، ولو أقام البينة فإنه لا تقبل لأنه مكذب لها بجحوده للوديعة. نعم. مكذب للبينة التي سوقها يعني. نعم، كذب البينة التي أذكر. قال: إن ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. ولو أقام البينة على أنها تلفت قبل الجحود لم تقبل البينة. نعم. لأنه مكذب لها، لأنه يقول: ما عندي شيء، لم تودعني، والبينة تقول إنه هناك وديعة، إنه لم يودع، فهو مكذب لها. نعم. بل في قوله: ما لك عندي شيء ونحوه، يختلف قوله ما لك عندي شيء عن قوله لم تودعني،
إذا قال ما عندي شيء يحتمل أنها كانت عنده ثم تلفت من غير تفريط ولم يبقى عنده شيء، ففي إذا قال مالك عندي شيء يصدق، لكن إذا قال لم تودعني ثم ثبتت بالبينة فإنه حينئذ لا يصدق في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال أو بعده بها. نعم، ويقبل قوله كما هذا مفهوم ما سبق، يقبل قول المودع في رد، قول المودع في رد الوديعة أو تلفها بعد الجحود بها، يعني بالبينة، إذا أقام بينة على أنها تلفت أو أنه ردها. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. نعم، إذا كان عنده وديعة ومات وهي عنده ثم ادعى مورثه أنه ردها قبل موته لم يقبل منه، أو ادعى مورثه أن المورث ردها أيضا لم يقبل، لأن المودع لم يودع عنده ولم يأت منه. نعم، عند هذا الوارث، عند الوارث. نعم، لم يقبل إلا ببينة، إلا إذا قام بينة على أن مورثه ردها قبل موته أو أنه ردها هو بعد موت المورث. نعم. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. إذا كان المودعون متعددين لوديعة واحدة، أودعوا عنده شيئا يشتركون فيه، فطلب أحدهم نصيبه من المودع نظرنا، فإن كانت هذه الوديعة تقبل القسمة كالمكيل والموزون فإنه يعطى نصيبه لأنه لا ضرر على الآخرين. أما إذا كانت هذه الوديعة لا تقبل القسمة فإنه لا يمكن من ذلك، لأنه يتضرر به الآخرون. نعم. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. نعم، هؤلاء أصحاب الأيدي، المودع صاحب يد لأنه مؤتمن على هذه الوديعة، فإذا تعدى عليها أحد فإن له المطالبة بذلك لأن هذا من تمام حفظها، هذا واحد. نعم. والمضارب، المضارب وهو الذي دفع إليه مال، رأس مال ليتجر به بجزء من ربحه، لو اعتدي على رأس المال فللمضارب أن يطالب المعتدي باسترداد رأس المال، لأن هذا من تمام العمل الذي أنيط به، ولأنه لا يتمكن من المضي في المضاربة إلا بذلك. نعم. والمرتهن، كذلك المرتهن وهو الذي وثق دينه برهن، فإذا اعتدي على الرهن الذي عنده فإن له المطالبة باسترجاع الرهن وتضمين المعتدي، لأن له حظا في ذلك وهو توثيق دينه، ولأن هذا من تمام حفظ الرهن عنده. نعم. والمستأجر، مستأجر كذلك، والمستأجر إذا استأجر دابة أو عينا فاعتدى عليها أحد فإن للمستأجر أن يطالب المعتدي، لأن هذا من تمام حقه لأجل استيفاء المنفعة، ولأنه مؤتمن على هذه العين فهذا من تمام حفظها. نعم. إذن يا شيخ، المودع ليس له من التصرف، من حق التصرف في الوديعة إلا ما في مصلحة الوديعة. نعم، ليس للمودع أن يتصرف إلا فيما هو من مصلحة حفظ الوديعة. نعم. فإن تصرف بغير ذلك فيما ينفعه هو، يكون ضامنا، إذا تصرف فيها فإنها لا تصبح وديعة، يترتب عليها أحكام أخرى. أي نعم، يترتب عليها أحكام الضمان والغصب لأنه صار غاصبا. نعم. مثلا من يودعون في البنوك يسميها الطرف غير البنك وديعة، والبنك قد يستثمرها في مضاربات في أموال، هي من جانب صاحب المال الذي لا يريد الاستثمار
هي من جانبه وديعة، وهو لا يقصد استثمارها وإنما يقصد حفظها، ويجوز ذلك عند الضرورة. يجوز للإنسان أن يودع ماله في البنك لحفظه فقط من أجل الضرورة، لأنه يخاف عليه. نعم. ويكون من جهة هذا وديعة، من جهة الرجل، من جهة الرجل وديعة، ومن جهة البنك إذا تصرف فيها تخرج عن الوديعة إلى الضمان، إلى أنها تكون مضمونة عليه وليس له حق التصرف فيها، فيكون تصرفه فيها بغير حق. نعم. فمعناه إذا علم المودع أن البنك يتصرف فيها تصرفا غير شرعي فلا يبيح كونه يقول هي بالنسبة لي وديعة، إذا كان البنك ربويا مثلا فيقول الرجل أني جعلتها وديعة عنده، يعفيه ذلك من مسؤولية الشرعية. إذا علم المودع أن البنك يتصرف فيها تصرفا غير شرعي، يتصرف فيها حتى ولو شرعيا. نعم. إذا علم المودع أن البنك يتصرف فيها سواء تصرفا شرعيا أو غير شرعي، فإنها تتحول من وديعة إلى قرض. إذن هو ليس مودع، المقرض يعتبر مقرضا، إذا علم بذلك يعتبر مقرضا للبنك، ويكون البنك إن تصرف فيها فيما يباح فلا حرج في ذلك، وإن تصرف فيها في ما هو محرم فإنه يأثم، والمسؤولية عليه وعلى المودع لأنه تعاون معه في ذلك. نعم. فيمكن يدخل في هذا في قوله صلى الله عليه وسلم موكله. نعم. أنه موكل الربا، لكن قد يقال إن الناس يضطرون إلى الإيداع حفظ أموالهم، يكون هذا من باب الضرورة وهم لا يأخذون عليها فوائد ربوية، يكون هذا من باب الضرورة لأن الأموال عليها خوف، لو تكون عندهم في بيوتهم أو في متاجرهم عليها خوف فيودعونها في مكان مأمون، فيجوز هذا للضرورة بشرط ألا يستثمروها استثمارا ربويا. نعم. وإن وجد أكثر من جهة، قد يكون بعضها يتصرف تصرفا غير شرعي وبعضها تصرفات شرعية في الظاهر، فيودع عند الذين يتصرفون تصرفا شرعيا، يعني وجود الضرورة يحدد له، يعني لا يجعلها مطلقة ما شاء. هذا إذا تساووا في الأمان. نعم. حفظ. أما إذا كان الذي يتصرف فيها تصرفا شرعيا لا يؤمن إنها تتلف عنده أو ليس محلا موثوقا مهدد، فإن هذا ما يكفي، لا بد أن يكون المحل موثوقا ومضمونا. نعم. هنا. فإذا تساووا في الأمان واختلفوا في تصرفاتهم يؤخذ التصرف الشرعي، يودع عند المتصرف تصرفا شرعيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: باب إحياء الموات. نعم. الموات ما لا روح فيه من الأراضي وغيرها، كل ما لا روح فيه إنه يسمى مواتا، قال الله جل وعلا: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالذي لا روح فيه يسمى مواتا ويسمى ميتا، والمراد بالموات هنا الأراضي البور الذي ليس لها مالك، بل هي على أصل الإباحة. نعم. قال: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هذا هو تعريف الموات، المراد بها هنا في اصطلاح الفقهاء الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، أي الأرض البور، والاختصاصات معناها الارتفاقات، بأن لا تكون مسائل لأملاك. نعم. أو لا تكون أفنية لبيوت أو فناء لبلد أو مراعي للبلد أو محل احتطاب للبلد أو مفالي للرعي، فهذه ارتفاقات تكون خاصة بالأفراد وتكون عامة لأهل البلد، فإذا كانت مختصات فليست مواتا ولا يجوز لأحد إحياؤها، لأن ذلك يضيق على أصحاب المرافق. أو ملك معصوم، وهو المسلم أو المعاهد. المعصوم يعني معصوم الدم ومعصوم المال، والمراد به المسلم
لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأموال المسلمين محترمة، وكذلك أموال المعاهدين من الكفار الذين لهم ذمة ولهم عهد كالذمي والمستأمن والمعاهد، فهؤلاء يعصم العهد أموالهم كما يعصم دماءهم، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين بموجب العهد والأمان الذي بيننا وبينهم. فإذا كان هذه الأرض ملكا لمسلم أو ملكا لمعصوم الدم بالعهد كاليهودي والنصراني والكافر المستأمن والمعاهد، فإنه لا يجوز الاعتداء عليها ولا إحياؤها. نعم. قال: فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر. من أحيا الأرض الميتة فإنه يملكها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وذلك لأن إحياء الموات والانتفاع به والإنتاج مطلوب للمسلمين، فإحياء الموات بالغرس والزرع والبناء وغير ذلك من أنواع الاستثمار هذا أمر مطلوب، ولا تعطل الأراضي لما في ذلك من فوات المصالح. فالإسلام يحث على إحياء الموات إذا لم يترتب عليه إضرار بالآخرين. فمن سبق إلى موات فأحياه بنوع من الإحياء الذي سيأتي فإنه يكون مالكا له، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة، يعني ليس لها مالك وليست اختصاصا لأحد، فهي له، تكون ملكا له. نعم. قال: من مسلم وكافر. نعم، سواء كان المحيي لها مسلما أو كان كافرا. الكفار أيضا يملكون بكسبهم وكدهم، فهم يملكون، ومن جملة ذلك أنهم يملكون بالإحياء كما أنهم يملكون بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك. نعم. تملك الكفار في أرض الإسلام يا شيخ، هل يختلف بين الكافر الذمي والمعاهد أو المستأمن أو هم سواء؟ تملك الكفار في جزيرة العرب، في جزيرة العرب لا يجوز. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ومن باب أولى غير اليهود والنصارى، فلا يجوز تملكهم في جزيرة العرب لأنها أرض الإسلام ومهبط الوحي، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. وأما أرض الإسلام غير الجزيرة فلا مانع من تملك الكفار فيها إذا كانوا غير حربيين. نعم. قال: بإذن الإمام وعدمه، يعني من أحيا الموات فإنه يملكه سواء أذن له الإمام أو لم يأذن له، لأن هذا ليس من شرطه إذن الإمام، لأن هذا مباح إباحة أصلية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يشترط إذن الإمام. نعم. في دار الإسلام وغيرها. نعم، من أحيا أرضا ميتة ملكها، سواء كانت في دار الإسلام، إلا ما ذكرنا من استثناء جزيرة العرب بالنسبة للكفار، أو في غيرها من بلاد الكفر، لأن عموم قوله من أحيا أرضا هذا عام لجميع مواطن الأرض في أي مكان. نعم. والعنوة كغيرها. العنوة معناها ما فتح بالجهاد من ديار الكفار فإنه يكون عنوة. وأما غير العنوة فهو ما فتح صلحا بدون قتال. نعم.
وأرض العنوة مثل ما ذكروا بلاد الشام ومصر وبلاد الحجاز، لأن عمر رضي الله عنه أوقف بلاد الشام ومصر وأوقف بلاد العراق على المسلمين، لما استولوا عليها أصبحت فيئا للمسلمين، فعمر أوقفها وضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده لبيت المال. فمن أحيا أرضا من أرض العنوة أو غيرها فإنه يملك ذلك. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.